السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية اللي معانا ده، كاسيت توشيبا. كاسيت توشيبا مزود بحزام اسمه بارابولا 2800. الموديل بتاعه RT شرطة 2800، عبارة عن راديو متعدد الموجات FM و AM و SW وشريط كاسيت. ونشوف مع بعض. This cassette is Toshiba Parabola 2800 model RT-2800 made in Japan. للأصول الخاصة بيه يصرف فعلا في الأساسيات بس. هنفترض إن إن الست وهي سعيدة بتقعد تتكلم 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 بقى كرة المتسقطة اللونجا بس اللي متسقط في ظهرك تتملي صاحية وعيا أحد أدوات تدمير المشكلة لا 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 دكتور محمود محبوب. زي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله نقول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت توشيبا راديو متعدد الموجات اف ام واي ام واس دبليو وشريط كاسيت مزود بحزام اهوت ومايك في الجنب. اسمه بارابولا 2800. الموديل بتاعه ار تي شرطه 2800، صنع في اليابان. جهاز بحاله ممتازه جدا اهوت. ان شاء الله الفيديو نقول اعجاب حضراتكم. نتقابل في الفيديو الجديد. شكرا. ذيس كاسيت از توشيبا راديو مالتي باند اف ام اند ام اس دبليو اند تيب بارابولا 2800 موديل RT-2800 made in Japan. Thank you.